اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز. بوكيمون كومباني فاجئتنا من حوالي يومين تلاتة واعلنت عن عرض للاحتفال بعيد ميلاد بوكيمون 25. العرض كان رائع، يعني ورولنا لعبتين جداد وكلمونا اكتر عن لعبة احنا كنا اوريدي عارفين ان هم شغالين عليها. في الفيديو دوت انا هقدم لكم ملخص سريع جدا لاهم ما جاء في العرض، بس قبل ما ابتدي ياريت لو ديت اول مرة ليكم على القناة اعملوا سبسكرايب علشان تتابع محتوى القناة اول باول، ولو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا عليه لايك وهكون متشكر جدا لدعمكم. اول حاجه اتعرضت لينا هو المزيد من المشاهد بتاعه الجيم بلاي بتاع لعبه نيو بوكيمون سناب اللي مقرر ليها تنزل 30 ابريل السنه دي. طبعا بوكيمون سناب كانت لعبه نزلت في الاصل على جهاز النينتندو 64 سنه 1999، ومن فتره اعلنوا على ان في نسخه جديده هتنزل على النينتندو سويتش. لعبه بوكيمون سناب من الالعاب المميزه جدا، وهي غريبه شويه لان كل اللي انت بتعمله انك انت بتصور البوكيمون وهم بيتفاعلوا في البيئه بتاعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ممكن يبان لكم انها مش لعبة ممتعة، لكن صدقوني لما بتخشوا في العالم دوت الموضوع بيبقى لذيذ وممتع ومريح جدا للأعصاب، بالذات للناس اللي مهووسة بعالم بوكيمون. ديت من الألعاب اللي انا برجح جدا جدا انكم تجيبوها. وتأكيدا على الإشاعات اللي كانت دايرة بقالها فترة، فبوكيمون دايموند اند بيرل اللي كانت نزلت في الأصل على جهاز النينتندو دي اس سنة 2006 هيتعمل لها ريميك كامل بحيث انها تطلع بشكل عصري على جهاز النينتندو سويتش اخر السنة دي. اخر السنة دي يعني ديت هتبقى لعبة موسم الاجازات الحصرية الكبيرة اللي هتنزل على النينتندو سويتش. معنى الكلام دوت هنتناقش فيه في حلقة حصاد الاسبوع، بس دوت خبر جميل جدا. اظن ان محبي شركة بوكيمون ومحبي العاب بوكيمون متحمسين جدا لدوت. وجدير بالذكر ان شركة جيم فريك اللي عادة بتعمل العاب بوكيمون مش هما اللي هيعملوها، في شركة تانية اسمها ILCA كانوا اشتغلوا على لعبة نير اوتوماتا وياكوزا زيرو، هما اللي هيشتغلوا عليها، ودوت طبعا معناه ان اللعبة هتبقى مستواها عالي جدا. واخيرا القنبلة المدوية اللي رموها علينا، لعبة بوكيمون في عالم مفتوح، لعبة بوكيمون RPG في عالم مفتوح تحت عنوان بوكيمون ليجندز أرسيس. اللعبة ديت انا متحمس جدا ليها لانك انت هتتعامل مع عالم البوكيمون والبوكيمون بشكل تلقائي جدا في عالمهم. في لعبة عالم مفتوح، الطلب دوت كان ناس كتيرة جدا نفسها فيه واخيرا هيتحقق لهم في اوائل سنة 2022، طبعا حصريا على النينتندو سويتش. اوائل 2022 دوت غالبا احنا بنتكلم من شهر يناير لشهر مارس. معرفناش كتير عن اللعبة، ولكن اكيد مع الوقت هيقولولنا اكتر. ده باختصار اهم ما جاء في عرض البوكيمون بريزنتس احتفالا بعيد ميلاد بوكيمون 25. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ياريت تعملوا عليه لايك، وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة عشان تتابعوا المحتوى اول باول، ونشوفكم على خير ان شاء الله.